أهلا بكم. تفاعلت ولاية أمن طنجة بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم السبت 7 أغسطس 2021، يظهر فيه أحد الأشخاص بمنطقة مغوغة في محاولة لتعريض المواطنين للسرقة. وقد تدخلت مصالح فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مقادة في حينه، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الظاهر في شريط الفيديو، وقامت بتوقيفه بنفس المنطقة، وهو من ذوي السوابق العدلية وعمره 19 سنة. وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.